داليا تقول أبي مات وطلب السماح مني بس ما سامحت ما قدرت، قبل لا يموت اتصل على الجميع يطلب السماح. أنا أعتبر أنه جتها فرصة جيدة في الحياة، كون أنه صار عنده وقت أنه يعني يقدر يتصل، يقدر يسامح، يقدر يقفل ملفات. محظوظ صراحة، في كثير يعني مشوا وهم ما قفلوا ملفاتهم وبالتالي ملفاتهم تنتظرهم في بعد آخر. فصراحة أنه يعني روح تطورت وإن كان في اللحظات الأخيرة، لكن صارت قفزة في اللحظات الأخيرة. أنتي ما سامحتي، والله ما أقدر أقول لك عاد سامحي وأنتي يعني النفس فيها شيء، لكن أرجوك لو أحد، بس عشان نعتبر سؤالك رسالة، لو أحد جاك يوم من الأيام وقال لك سامحني، قل له ليش أسامحك؟ ليش أسامحك؟ عطني أسباب تخليني أسامحك. ليه؟ انا ابغى يقول لك شيء انت ما تعرفه، قد يكون خير هو سواه او معروف او شعور. يعني يمكن لو قال لك انا احبك اكثر مما تتصور، انا احبك اكثر من نفسي، يمكن لو قال لك كذا كان اختلف الموضوع. يعني اقصد مرات احنا ما ندع مساحه للناس انهم يوضحون، انهم يعني يعرفون بانفسهم اكثر، خصوصا الجانب اللي احنا ما شفناه فيه. فمثلا ممكن ان احنا نقولهم لما يطلب احد انك تسامحه وانت لسه في كذا في كلكوعه في شيء قرقع ما سامحته لسه، اساله ليش اسامحك؟ ليش اسامحك؟ تفضل قل لي ليش اسامحك؟ خلي يعطيك الاسباب فكريه، اسباب مشاعريه، يمكن سوى شيء مادي انت ما تدري عنه، خلي يقول الاسباب، قد تغير رايك في الموضوع. ايضا بامكانك انك تقول أنا أبغى منك شيء وبعدها أسامحك، أبغى منك كذا وكذا 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 عشان أسامحك. تالي أرجوك لا تخلي الموضوع لا ونقطة، لا، إذا جاي يطلب السماح قل له ليش، وإذا ما اقتنعت قل له أبغى منك شيء، إذا سويت هذا الشيء راح أسامحك. مرات تطلب منه يقول عنك شيء، يوصل شيء، خرب علاقتك مع ناس يصلحها، يعني اللي تطلب شوف شو ممكن يقدم لك، ممكن هذا شيء يطيب خاطرك. وعلى فكرة ممكن يعني بعد فترة تحسين انك وصلتي مرحلة اكتفيتي من هذا الشعور تقرري انك تسامحينه، ممكن ما نعرف. دكتورة، الاشخاص اللي يموتون بالانفجار او فجأة هل يقفلون ملفات وهل سوف يكملون ملفاتهم بعد الموت؟ اقولها احنا ما ندري، ما نعرف. يعني اللي يموت فجأة ما دخل حالة الاحتضار الطويلة هذه، قد ما تكون طويلة، قد تكون أيام، قد تكون أسابيع، قد تكون أشهر، قد تكون سنوات. اللي ما دخلها، اللي دخلها إحنا متأكدين إن عنده ملفات قاعد يشتغل عليها. اللي ما دخلها ما نعرف، قد يكون أصلاً هو قفل ملفاته، فبالتالي هو حاس، هو عارف، هو مستعد بشكل أو بآخر، أو يكون ولا شيء من الاستعدادات، فبالتالي كل التجربة يعني على بعضها كذا يعني ما قدر يعدي من رقم واحد. كل التجربة يعني كذا على بعضها يعني ما قدر انه يعني يحدث قفزات يعني لها فارق كبير، فبالتالي ملفاته اكيد يعني تنتظر في بعد اخر. قبل وفاة ابوي بكم ساعة ساعدته ينطق الشهادة، بس وقتها ما كان واعي معاي 100% وكنت بروحي معاه وقتها، هل هاي تقصدينه دكتورة؟ يعني هذا شكل لانه الشهادة عندنا متعارف عليها، انه يعني نطقوه الشهادة وقولوا له ذكروه انه هو يتشهد، ذكروه بالله في اللحظات الاخيرة. بس بشكل اكبر احنا نتكلم عن وقت احتضار طويل وفي وعي وفي الم وفيه خروج تدريجي من الحياة، كأن الروح تطلع شوية شوية. نازك حبيبتي تقول ما سبب نوبات الاستيقاظ من النوم بفزع، وهل هو الخوف من الموت سبب ذلك؟ ما أعرف إذا تكلمنا عن هذا الموضوع في مسرح الأحلام ولا في إنستغرام لايف، بس فيه الأحلام المفزعة، أحلام اللي فيها رعب، اللي هي تربك مشاعرك وتخليك مفزوع. فيه موجودة هالأحلام، تعبر عن جسدك المشاعري.
سواء كنت انت تخاف من الموت او ما تخاف من الموت، هي تعبر عن انه عندك مشكلة في جسدك المشاعري وفي حالة خوف او حالة رعب. الحلم بخروج الروح واعتقاد باني باني اموت، هل يخفف صدمة الموت او هو نسخة عما سوف يحدث؟ هو طبعا الموت، النوم موتة صغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهي نموذج، نموذج، لأنه إحنا ننتقل لبعد آخر وكذا، لكن في نفس الوقت إنه كون إنه أنت واعية للحالة هذه بالنسبة لنا هي الثمرة كثير جيدة، إنه أنت واعية للحالة الخروج الروح في وقت النوم، هذا وعي كثير جيد انه يكون عندنا. صديقتي تقول خالتي كل ما رافقت مريض من العائلة بعدها بأيام يتوفى، اولا زوجها ثم امها واختها واخوها، هل هي متقبلة الموت؟ خلينا نقول اقرب شيء انها هي يعني روح لديها هذه المهمة، روح لديها هذه المهمة، واتمنى انك انت تطلبين منها انها تشوف البث، لانه حطتها الحياه في هذا الموقف مره بعد مره، فبالتالي ما في مانع انه لما تحطك الحياه انت تستعد شويه زياده، فعندها هذه الروح القادره على انها تساعد الاشخاص انهم ينتقلون من مرحله لمرحله. هل الوعي استعداد للموت؟ نعم ولا، يعني مزيد من الوعي هو إدراك لحالات مختلفة من الوعي في الحياة أو في التجربة وخارج التجربة، فبالتالي كل ما كان الشخص أكثر وعيا كل ما كان أكثر استعدادا للموت، كل ما كان أكثر وعي كل ما كان أكثر، المفروض يعني هذا اللي يوصل له وهذه النتيجة اللي يوصل لها. كيف أعرف علامات احتضار الشخص اللي أمامي؟ أول شيء راح يأتيك رسائل، راح يكون في رسائل صوتية مرئية، في أحد راح يقول لك رسالة. الشيء الثاني برضو الشخص يسوي تغيير سريع لمجموعة القيم والمعتقدات اللي يؤمن فيها، كذا يعني يسوي سويتش سريع سريع فترة بسيطة، يعني من يوم تبدأ العملية يبدأ يسوي عمليات تغيير سريعة، فهذه أيضا إشارات بالنسبة لنا أنه هو أوه نداء الموت، فهم 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 طول الحياة ما قدر يفهم الموضوع، لكن لما جاء الاحتضار فهم. هذه أحد العلامات المهمة. بعض الأشخاص لما يكونون قريبين منك ممكن يكون عندك حدس أو حلم أو يعني شيء خاص فيك كذا تحس فيه، يعني تحس إنك أنت عارف المعلومة، مو شرط تكون موجودة برا. من يومين أم سيف تقول من يومين لقيت قطة تحتضر بالشارع وأخذتها للطبيب، حسست عليها شوي قرأت لها ياسين وبعدها ماتت، هل تمت الرسالة؟ ما قصرتي ما قصرتي، أيضا الحيوانات خصوصا لما تكون حيوانات مرتبطة بالبشر، يعني مرتبطة بشعورهم وإحساسهم، مرات يحتاجون إعداد أو يحتاجون السماح أو يحتاجون جرعة مشاعر سلام وطمأنينة كنوع من مساعدتهم للانتقال لمكان آخر أو بعد آخر، والمفروض أنه هذا يكون دور صاحب الحيوان، أنه هو يكون هادئ، يكون يعني يأخذ الموضوع كحالة روحانية ولا يرتبك بإيش اللي قاعد يصير من ظرف للحيوان، مثلا انه هو مريض، هو في الانعاش، هو
يعني يمكن ما يعيش، ممكن يرتبك، بعض الناس يرتبكون إذا كانوا اقتربوا منهم يفقدون حيواناتهم، فهو ما يحتاج منك هذا الارتباك في هذه اللحظة، يحتاج منك كذا حالة روحانية تضبط فيها الموقف عشان هو يقدر يمشي، يقدر يودع. خلونا ناخذ أسئلة. الانتحار يمر بمرحلة احتضار؟ لا لا، الانتحار قصة أخرى. انتحار يعني اللي مطلوب منك شيء آخر، وأهم شيء مطلوب منك إنك أنت توصل للشخص القادر، توصل للشخص اللي يقدر يساعده صح، لكن غير هذاك ما يمر بمرحلة احتضار. هذاك يعني هو عنده خلل في الاختيارات، خلل يعني فيه اختيارات مضللة كذا، فيبغى يخلص القصة قبل وقتها، فالخطاب معاه مختلف. طيب خلنا نشوف الأسئلة. ماردين تقول: شخص قال لي إذا تبتعد عني أموت، وابتعدت أسبوع ومات. أوه أوه يا جماعة، يا جماعة والله تعبت وأنا أقول، يعني لا تقسون على الآخرين. ليش؟ ليش القسوة؟ شوي شوي إذا شفت أحد متعلق فيك شوي شوي كرها بنفسك قبل ما تنقطع، الله يخليك. يوم إنك مصر إنك أنت يعني تقطع العلاقة، خليه يكرهك، ها؟ خليك الشخص السيء قبل ما يعني تمشي. مو معقول، مو معقول هاي الطريقة. لا تترك شخص تحبه ولا تقسو على شخص يحبك، قد ما يكون يحبك، قد يكون تعلق.